المشاهد المصري أولا منتظر إنه يعرف ويفهم الوضع الداخلي المصري، الملف الداخلي المصري لو صح التعبير، وماذا بعد الانتخابات. كيف يرى الأستاذ محمد سلماوي ما بعد الانتخابات الرئاسية؟ والله أنا بأرى يعني مرحلة جديدة في تاريخ مصر، والشواهد على كده ما حدث في الفترة الأخيرة. ما ننساش إنه مسألة الحوار الوطني غيرت أشياء كثيرة، خلقت نوع من النقاش المجتمعي اللي كان غايب لسنوات، لأن كنا في حالة حرب، كنا في حالة حرب مع الإرهاب والتطرف والوضع اللي كان موجود، وكان يعني له الأولوية في كل شيء. تطورنا من ده بعد الوصول لمرحلة الاستقرار والأمن، والحمد لله الحفاظ على الدولة في الوقت اللي الدول اللي حوالينا كلها بتتفكك وتنهار، إلى مرحلة أخرى بنناقش فيها بقى مشاكلنا. وكان السؤال المطروح لو تذكر طبعا، الحوار الوطني ده هل هو حوار شكلي ولا ده جد؟ والناس كانت متشككة، لأن ما حدش تعود على حوار يبقى بصراحة كاملة، وقيادة سياسية بتقول اللي هتتفقوا عليه هنفذه. يعني كانت مسائل أشبه بالدعاية، مش إلى أن ثبت عكس ده. حصل الحوار، وشارك في الحوار جميع فئات المجتمع وجميع الاتجاهات السياسية، المؤيدة والمعارضة والأنمالية وكله، وخرج من الحوار مقترحات وأفكار رفعت إلى القيادة السياسية وتم تبنيها بالفعل. صحيح. وإن كان الحوار لسه ما خلصش شغله يعني، لكن ما تم رفعه للقيادة السياسية. أذكر على سبيل المثال اقتراح الحوار الوطني للرئيس بأنه الانتخابات القادمة تظل تحت الإشراف القضائي، رغم أن الدستور كان بيقول أنه لأ، سنة 24 يترفع الإشراف القضائي. تبنى هذا الاقتراح فورا ويكاد يكون في نفس اليوم يعني. وأشياء أخرى من هذا القبيل، خاصة أشياء تتعلق بملف الحريات، واقتراحات من الحوار الوطني تم تبنيها، وتم الإفراج عن ناس كان قد ألقي القبض عليهم يعني قبلها بساعات، مش بأيام ولا شهور. فدي كلها بتدي يعني مؤشر إنه في تواصل حصل بين القيادة السياسية وبين الرأي العام الشعبي، وهذا التواصل كان مفتقد لعقود. كان دايما الشعب في وادي والقيادة السياسية في وادي آخر. فده تطور مهم جدا. التطور الآخر له علاقة بالموقف الخارجي والتهديد اللي بتواجهه مصر على حدودها الشرقية، ومسألة تهجير الفلسطينيين. صحيح. قسريا إلى سيناء، ورفض مصر. والموقف ده الحقيقة في بعض القضايا في السياسة الخارجية بتبقى قضية داخلية. وهذا الوضع، هذا الموضوع كان قضية داخلية لكل مصر، وموقف القيادة السياسية وتلاقيها مع الرأي العام الشعبي برضو وجه. يعني إذا كان مسألة الحوار الوطني والمصارحة والنقاش والانفتاح السياسي اللي شفناه من خلال الحوار يتعلق بالسياسة الداخلية وبأسلوب حكم أتوقع أني أراه في المرحلة القادمة بعد حلف اليمين، فالقضية الوطنية أيضا أكدت المواقف
الثابتة، المواقف القومية الثابتة اللي كان بيحصل في الماضي ان تلاقي في انفصال فيها ما بين القيادة السياسية وما بين الشعب، خاصة وقت اتفاقيات السلام والتطبيع، وما كانش الشعب متلاقي تماما. صحيح. مع القيادة السياسية، والمعارضة كانت قوية. هذا الموقف أكد هذا التلاقي بشكل كبير جدا. فأنا كمواطن مصري مطمئن داخليا أنه في مرحلة جديدة بتبدأ، مرحلة انفتاح سياسي وكذا، ومطمئن قوميا ووطنيا من خلال المواقف الواضحة اللي شفتها والتي تزامنت مع فترة الانتخابات. طب